السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم والليل إذا سجى معك رب ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم نشرح لك ونعمك وزرك بسنين البلد الأمين خلق الإنسان في أحسن تقويم وبدلناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لا يكذبك بعد الله بأحكام أليس الله بأحكام بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لطغى أرأيت الذي ينهى رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن
كذب وتولى ألم يعلم بأن الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى البين من الله يتلو صحفا مطهرة كتب قيمة والذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينة ما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الحنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة والذين كفروا من أهل والمشركين الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جنات عدن تجري من تحتها خالدين فيها الله أكبر لله الحمد الله الرحمن الرحيم الذين الأرض زالها ولا الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ينظر الناس أشد أخبارها يعمل ذرة خيرا يرى لا إله إلا الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة
أدراك ما القارعة تكون الناس كالفراش المبثوث تكون الجبال كالعهن المنفوش أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية نار حامية أمه هاوية نار والله أكبر الرحمن الرحيم معكم التكاثر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله الله أكبر ما له ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل حجارة من سجيل لهم كعصف مأكول لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لله الحمد لله الرحمن الرحيم لا في قريش لا فيهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أمنهم من جوع من خوف الله أكبر لله الحمد الذي يدعو اليتيم
لا يحض على طعام المسلمين إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك نجاتك بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أنتم عابدون ما أعبد ولا ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس إله من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس
الناس من الجن والناس إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الله العظيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Alhamdulillah, selesai sudah khatam Al-Quran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratin mustaqim bi barakatil Qur'anil 'azhiim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.